أسبوع بحياتنا اليومية والشخصية يمكن ما تحمل العديد من الأخبار والتطورات المثيرة، وإنما الوضع مختلف تماماً بعالم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ فترة أسبوع كفيلة بأن ترجح كفة منصة على حساب منصة أخرى. الأسبوع في بوست بيتناول هيدي الأخبار المثيرة للجدل اللي حصلت بالسبع أيام الماضيين. اعتقال المسؤول والعقل المدبر لأكبر عملية اختراق في تاريخ تويتر. هل بتصدق أن العقل المدبر لأكبر عملية اختراق حسابات على منصة تويتر هو مراهق يبلغ من العمر 17 سنة؟ حيث اعتقلت السلطات الأمريكية هذا المراهق الذي يدعى جراهام كلارك. أيضاً تم القبض على شابين آخرين كانوا شاركوا جراهام بهيدي العملية. ومثل ما ذكرنا بحلقة سابقة من الأسبوع في بوست، تمت عملية الاختراق يوم 15 يوليو الماضي، ومن أبرز الحسابات اللي تم اختراقها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، جو بايدن، مايك بلومبرغ، جيف بيزوس، بيل غيتس، إيلون ماسك، كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان، بالإضافة إلى حسابات شركتي أبل وأوبر. وكان مخطط كلارك وشركيه هو سرقة هويات الشخصيات الباردة ثم نشر تغريدات وهمية من هيدي الحسابات. عرضت إرسال $2000 لكل $1000 يتم إرسالها إلى عنوان بيتكوين مجهول. لا تتلقى هيدي الحسابات أكثر من 400 عملية تحويل، وحققوا من خلال عملية هالقرصنة $100,000 بالبيتكوين بيوم واحد فقط. من جهتها أشادت تويتر بسرعة القبض على المتهمين والإجراءات القانونية بحقهم، وكشفت أن عملية الاختراق هي عملية غير مسبوقة، نجمت عن خطأ بشري وقرصنة هواتف شخصية لموظفي تويتر، وقالت إنه هيدا النوع من الاختراق يسمى التصيد بالرمح، وهو هجوم مصمم لخداع الأشخاص لتقديم معلومات حساسة مثل كلمات السر. وأيضاً على صعيد آخر يواجه تويتر غرامة وقدرة $250 مليون بسبب إساءة استخدام بيانات المستخدمين. أزمات كتيرة عم بتطال هيدي المنصة بالفترة الماضية. هل تويتر رح تقوي سياسة الحماية لتفادي حصول هكذا حوادث وخروقات بالفترات الجاية؟ ترامب يمهل تيك توك 45 يوم للتفاوض. وكان وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوم للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لحساب شركة مايكروسوفت، وذلك حسب ما أفادوا أشخاص مطلعين على هذا الملف عن كسب. رسمياً أبل تعلن تأجيل إطلاق آيفون 12، وكانت أكدت هيدا الأسبوع شركة أبل رسمياً بتأجيل موعد إطلاق آيفون 12 لأكتوبر المقبل على الأقل، بعد ما تسببت عملية الإغلاق بسبب فيروس كورونا بتعطيل سلسلة التوريد العالمية، مما يعني أن خط الإنتاج الجديد سيتأخر عن تاريخ الإطلاق المعتاد اللي هو شهر سبتمبر. ومنختم بآخر خبر متعلق بالرياضة. أيضاً للرياضة حصة كبيرة من المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث بيستخدمها محبي كرة القدم بالعموم وفانز اللاعبين بشكل خاص للتعبير عن حبهم إن كان للأندية أو حتى للاعبين المفضلين لهم. وإجت برشلونة بالمركز الأول عالمياً على منصات التواصل الاجتماعي للموسم الثالث على التوالي، وبيستمر نادي برشلونة بصفته النادي الرياضي الذي يحظى بالاهتمام الأكبر على مستوى العالم، مسجلاً نمو بنسبة 18% في التفاعلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة،
ووفقاً لبيانات بلينك فاير أناليتكس، أنهى فريق برشلونة السنة المالية 2019-2020 بصفته النادي الرياضي اللي ولد معظم التفاعلات بجميع أنحاء العالم على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك، إنستغرام وتويتر، بواقع 1,376,000,000 بين تسجيلات وإعجاب وتعليقات ومشاركات وحتى إعادة تغريدات. وبهيدا الخبر بنوصل لنهاية فقرتنا الأسبوعية الأسبوع في بوست. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالأخبار اللي استعرضناها، وبلقاكم الأسبوع الجاي بأخبار جديدة.